ولذا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن واحد. لو أخذت بشهادة لا إله إلا الله ولم تأخذ بشهادة أن محمد رسول الله ما دخلت في الإسلام. لما جاء مجموعة من الناس إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قالوا يا أمير المؤمنين السنة والأحاديث فيها وضع وفيه ناس كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أحاديث ضعيفة والقرآن فيه كل شيء نأخذ بالقرآن ونترك السنة. ماذا قال لهم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله؟ قال تعالوا القرآن فيه كل شيء نعم ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يفسره ويبينه ويوضحه. القرآن فيه أقيموا الصلاة. هل في القرآن الفجر ركعتين، الظهر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات؟ قالوا لا. قال كيف عرفنا هذه الأعداد؟ قالوا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذن لا بد من السنة. كذلك الزكاة، ربنا سبحانه وتعالى أمر بأداء الزكاة، لكن هل قال في 40 من الغنم شاة؟ هل في قال في الذهب ربع العشر؟ هل في؟ قالوا لا، ما قال القرآن هذا. قال من الذي قال؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال إذن لا بد من السنة مع القرآن، وهذا هو الحق. ولذا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن واحد. لو أخذت بشهادة لا إله إلا الله ولم تأخذ بشهادة أن محمد رسول الله ما دخلت في الإسلام. فلا بد أن تأخذ بالإثنتين، بالإثنتين، توحد الله في عبادته وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر.